في شخصيتك كسيد أحمد داقوم يتوقف عند هذا الاسم سيد أحمد أقومي. أولا أنا عرفت في الأيام الأخيرة أن الاسم الحقيقي ليس سيد أحمد داقومي، وأكيد الكثير من الجزائريين لا يعرفون الاسم الحقيقي لسيد أحمد داقومي. إذا كان ممكن يشرفنا بهذا الاسم. أنا اسمي الحقيقي أحمد مزيان، من عائلة جزائرية عاصمة. أنا زايد في بولوغين سانت جان حاليا سابقا. إذا نوليو للأسم، أنا نتوقف عند الأسم أقومي. لماذا أقومي؟ بديت نخدم في الإذاعة الفرنسوية أنا ذاك لاشين 3 في لابلاس أورش، ما طلبوا لي الأسم، قالوا لي باش، قلت له ما تقولوش مزيان، كنت خايف لا بابا ولا العائلة نتاعي يفيقوا بيا بلي نخدم خفية في الإذاعة والتمثيل. فإذا به كنت عارف باللي جاتني هكذاك الصدفة. أقومي يعني في الحق هو الفارس الحر، الكافالي سوليتير في الأمازيغية الأصل يعني. قال لي ما هو الاسم تاعك؟ قلت له قول أقومي. بقات. ما الاسم أقومي انت اللي اخترته؟ انا اللي اخترته.